طيب هنروح لقطاع الناشئين. زي ما قلنا لحضراتكم احنا كل حلقه نحاول بشكل او اخر يعني نلقي الضوء على قطاعات الناشئين والناشئات في كل النادي. المره اللي فاتت جبنا لحضراتكم 14 سنه او 13 سنه اولاد ناشئين، وشفنا مع كابتن احمد اسماعيل الحلقه اللي فاتت وشفنا الدنيا ماشيه ازاي. النهارده جايبين لحضراتكم 14 سنه ناشئات بقياده الكابتن احمد حسام واللي بيستعدوا للموسم. وخلي بال حضراتكم في الناشئين في الناشئات انت عندك مرحلتين سنتين فقط، 14 و16 14 16 18 مفيش 20، ثلاث مراحل 14 16 18 مفيش 20، درجه اولى على طول. طبعا بيستعدوا زي ما حضراتكم شايفين الدنيا في الصاله ما بتهداش، الصاله من الساعه 2 او 3 حتى الساعه 10 حتى 12 مساء تدريبات بالنسبه للناشئين والناشئات. طبعا مستر داني الرئيس القطاع الاسباني بيتابع تدريبات بنفسه كل يوم، بيقعد متواجد 8 9 ساعات بيتابع التدريبات هنا او هنا، وبيحب يبقى قاعد بين الملعبين، الملعب ده ملعب الناشئات والسيدات، ملعب اللي قصاده الناحيه الثانيه الناشئين والرجال 20 سنه، فطبعا بيتابع كل حاجه بنفسه. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب التدريب مع فريق 14 سنه ناشئات. خلينا نشوف الجهاز الفني واللاعبات قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. حوالي بقالنا اسبوعين، الاسبوعين دول هما كانوا بدايه فتره نهايه فتره الاعداد وبدايه فتره الاعداد الخاص. احنا مركزين الفتره دي بنشتغل على تمرينتين في اليوم، مركزين جدا ان احنا نشتغل وناسس فاندمنتالز كويس جدا ومهارات اساسيه كويسه جدا للولاد في المرحله السنيه ديت. احنا ان شاء الله هنبدا البطوله منطقه القاهره في اخر تسعه، عندنا بطولتين السنه دي، بطوله منطقه القاهره وبطوله منطقه الجمهوريه. بطوله الجمهوريه دايما بنركز بناخد كل حاجه عاملين حسابها كويس جدا، بنحاول ان احنا نركز الاول في بطوله المنطقه ان شاء الله لما نخلصها نستعد تاني لبطوله الجمهوريه. هو المرحله السنيه ديت عموما بيجي لهم طفره النمو، فغالبا الجوينت او المفاصل عندهم ما بتبقاش في افضل حال يعني، لان هم بيطولوا في المرحله السنيه ديت، فمعظمهم في المرحله السنيه ديت بيجي لهم اصابات سواء في الركبه او في الانكل. فاحنا بنحاول ان احنا نكير جدا واحنا بنحط الحمل التدريبي بتاع الولاد دول ان احنا نفوكس على البنات اللي بيبقى بيمروا بالمرحله ديت. وفي حاله ان احنا ظهر عندنا كذا حاله بالشكل ده احنا نستوب، ما بنحطش عليهم لود خالص، نبدا نعمل لهم ريكفري كويس جدا وبنريحهم كويس جدا عشان يبداوا يكملوا معانا الموسم من غير ما يحصل اي اصابات ثانيه. غالبا ممكن يبقى في خلال الاسبوعين الجايين دول يعني اخر تسعه احنا بنجهز دلوقتي ان احنا نحط السيستم الديفنس والاوفنس للفرقه. طبعا احنا شغالين جزء بدني حوالي 3 او 4 ايام، يعني 3 ايام ويوم ريكفري في وسط الاسبوع، ده اللي احنا شغالين عليه الفتره ديت، بنحاول ان احنا يعني نوقف الفرقه كويس ونبقى جاهزين قبل منطقه القاهره ان شاء الله. احنا بدانا تدريبات اعتقد في شهر 8 حاجه كده وبعد العيد، وبدانا تدريبات حاجات ديفنس وكده عشان يعني نتفاد بقى وكده نتعود عليها، وهنشتغل صبح وليل وكده عشان نتحسن وكده، عشان برضو المنطقه في شهر 10 فعايزين بعد اسبوعين كده فعايزين نجدع. عايز يعرفنا الديفنس دي حاجه مهمه ولازم لما حد يضيع باسكت لازم يرجع ديفنس عشان في ناس ما بترجعش، فهو عايز يهتم، عايز يقول لنا ان الديفنس مهم ويهتم بينا. فيتنس ساعه ونص او ساعه كده، والباسكت ساعات بنتمرن صبح ساعتين وعندنا تمرين 3 ساعات بالليل وساعات ساعتين بالليل، ويعني بنتمرن حبه باسكت كتير. عايزين نحقق المنطقه اول والجمهوريه اول ان شاء الله. بدانا من بعد العيد بشويه شهر 7 متهيألي، واحنا بنتمرن على الديفنس اكتر وبنعمل حاجات على الديفنس، وكابتن مهتم ان احنا لما نعمل ديفنس يعني بنجيب باسكت نرجع ديفنس بسرعه وما يتاخرش، في ناس ما بترجعش وكده. الفاست بريك، الفاست بريك بيركز عليه والديفنس برده، هما الاثنين بيركزوا عليه اكتر. ساعه فيتنس وساعتين باسكت، ان شاء الله هناخد الجمهوريه والمنطقه ان شاء الله. وعايز اوضح لحضراتكم، انتوا طبعا شفنا التقييم مع بعض، بس عايز اوضح امر النادي الاهلي السنه دي شاف من الافضل او الاحسن فنيا انه يوفر قياده فنيه لقطاع الناشئين والناشئات في كره السله واليد تحت قياده اسبانيه.
طيب ليه النادي الاهلي من وجهه نظري، طبعا انا يعني متابع وشايف من وجهه نظري، انه عايز يبقى الدرجه الاولى والناشئين والناشئات هارموني واحد مع الدرجه الاولى في السله والطايره، السله واليد. بمعنى مستر اجوستي بوش هو اسباني، مدرسه اسبانيه، والحمد لله المدرسه ناجحه جدا في الدرجه الاولى. يعني خلي بالكم المدرسه الاسبانيه، يمكن احنا عشان شعوب بحر ابيض متوسط، فتلاقي الثقافات والعادات والتقاليد قريبه جدا من بعض. فمستر اجوستي بوش نجح، فانت عايز او السياسه اللي جايه دلوقتي في النادي الاهلي يا جماعه، وانا بقول لكم انا بقرا ما بين السطور، ما فيش حد مسؤول طلع قال، الثقافه في النادي الاهلي دلوقتي هو الاعتماد على قطاعات الناشئين والناشئات. اولا انا مش معقول هصرف كل المبالغ الكبيره دي مع لاعبين ولاعبات واطلع لعيبه على اعلى مستوى واقول لهم يا جماعه اتفضلوا روحوا انديه اخرى. لا، النهارده السله ما عملتش صفقات كتير. ليه؟ لان هو مستر اجوستي بوش باصص على لعيبته، باصص على الناشئين ناشئات. وعايز اقول لكم والكلام ده انا بشوفه بعينيا، مستر اجوستي بوش بيحضر كل التمارين من 14 16، يخلص التمرين قبل تمرين ويجي يحضر وبعد تمرين يروح. فمتابع اللعيبه، وفي لغايه 7-8 سنين قدام عارفين مين اللي طالع. والله زي ما بقول لكم كده يا جماعه، انا بقول لكم الكلام صح. طيب اقول لكم على اذيكم من البيت، من الشعر بيت. مدرب الاعداد البدني في كابتن الشيحي اللي هو ماسك الاعداد البدني في الدرجه الاولى، ودكتور نادر خزام نيوتريشن او التغذيه في الدرجه الاولى، متابع كل اللاعبين اللي في قطاع الناشئين والناشئات البروميسنج او اللي هم شايفينه ممكن يطلعوا. انت بتتكلم جد يا كابتن؟ انا بقول لكم الكلام ده حقيقي. الدرجه الاولى، وده اللي احنا عايزين نعممه، الدرجه الاولى باصين شايفين مثلا في سين صاد عين طالعين من 14 16 18، هم دول لعيبه البروميسنج اللي ممكن يطلعوا درجه اولى، شغالين مع مدربين الدرجه الاولى سواء فتنس او تغذيه، بتعمل امبادي، بتشاف نسبه الفات، نسبه الماس ماسلز، الميه في الجسم، بتتحط له برنامج تغذيه يمشي عليه اللاعب عشان بعد 6-7 سنين يلاقي حاجه قنبله ما حصلتش. طب ما الكلام ده يا جماعه، يعني انا عايز اقول لكم شايفين النادي الاهلي الكلام ده يا ريت يتعمم في مصر كلها، يا ريت كل المدربين فوق بيبصوا على اللي تحت، هنبقى في حته تانية. فنفس الكلام بيحصل في اليد، كوبي بيست بيحصل في اليد، نفس الكلام فوق باصين على تحت، لدرجه ان رئيس قطاع الناشئين والناشئات في كره اليد فوق مساعد لمستر داني في الفريق الاول. يعني كلها بقت منظومه واحده. طب ليه مش معمول كده في الطايره؟ الطايره احنا يعني فريقين بسنين ضوئيه عن اي حد في مصر، فالطايره مش محتاجه دلوقتي كده. هو ده يعني نظريتي اللي حبيت اقولها لحضراتكم، وبتتقري من بين السطور.